السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة أبنائنا الطلاب بعنوان جديد: المياه في الوطن العربي. إذن درسنا اليوم عن المياه في الوطن العربي. سنتكلم في هذا الدرس ما هي أصناف المياه في الوطن العربي والمتمثلة بالمياه الجوفية والمياه السطحية، ونحدد أنماط المياه الجوفية وأنماط المياه السطحية في هذا الدرس. كذلك سوف نبين موضوع الأمن المائي العربي كواقع وتحديات. سنتكلم عن المشكلات التي تواجه الأمن المائي العربي، كذلك ما هي الحلول الكفيلة في تحقيق وحفظ الأمن المائي العربي. للمياه دور كبير في حياة السكان ونشاطهم الاقتصادي وتركزهم، سواء كان على مستوى سطح الكرة الأرضية وحتى بالذات بما يخص الوطن العربي. فالوطن العربي بشكل عام فقير بالمياه بكافة أشكالها، سواء كهطول أو مياه سطحية أو جوفية، حيث يسيطر على الوطن العربي الظروف المناخية الجافة وشبه الجافة، كونه يقع في المنطقة الحارة، أو تسيطر عليه الصفة الصحراوية والقارية. نعم، مع العلم تعد المنطقة الشمالية الشرقية من شبه الجزيرة العربية والمنطقة الشمالية من الصحراء العربية الأفريقية من أغنى مناطق الوطن العربي بالمياه الجوفية. مع العلم هذه المنطقة هي ذات أمطار نادرة وقليلة، لكن هذا المخزون الهائل من المياه الجوفية يعود إلى عصور جيولوجية سابقة تجمعت فيها المياه عبر الأزمنة ضمن صخور الأراضي العربية. بداية مع فقرة أولا: ما هي أصناف المياه في الوطن العربي؟ تصنف المياه في الوطن العربي إلى مياه جوفية ومياه سطحية. المياه الجوفية تظهر إلى سطح الأرض إما طبيعيا وتكون على شكل ينابيع عذبة وينابيع معدنية. إذن المياه الجوفية التي تظهر إلى السطح طبيعيا تكون على شكل ينابيع عذبة وينابيع معدنية، وكذلك تظهر المياه الجوفية بشريا من خلال حفر الإنسان الآبار الآبار وكذلك حفر الفجارات. أما المياه السطحية فتصنف إلى الأنهار والأودية والبحيرات، أي المسطحات المائية ضمن الوطن العربي. الأنهار تصنف إلى أنهار محلية وهي الأنهار الساحلية، وأنهار داخلية، وكذلك أنهار عابرة. أما البحيرات تصنف إلى بحيرات طبيعية وبحيرات اصطناعية. نتكلم بداية عن المياه الجوفية. فتعريف المياه الجوفية هي المياه المخزونة والموجودة في باطن الأرض والمتمركزة ضمن الشقوق والفراغات بين الصخور. موارد المياه الجوفية بشكل عام هو إما الهطول المطري، كذلك تسرب مياه الأنهار وخاصة مياه الأنهار الكبرى كنهر دجلة والفرات ونهر النيل. فتظهر المياه الجوفية في الوطن العربي إلى السطح طبيعيا وبقدرة إلهية على هيئة مجموعتين: واحد أو ألف الينابيع العذبة بالينابيع المعدنية. بداية مع الينابيع العذبة وهي المياه، هذه الينابيع مياه معدة للشرب.
تظهر الينابيع العذبة في مناطق السفوح الجبلية والمتصدعة، في مناطق السفوح الجبلية والمتصدعة، وكذلك في أطراف في الواحات وفي الواحات والوديان. إذن في السفوح تظهر ينابيع العذبة في السفوح الجبلية وخاصة المتصدعة، وكذلك في مناطق الواحات الموجودة في الصحاري العربية كواحة أوباري في ليبيا، وكذلك واحة سيوه في مصر في غربي مصر، وكذلك في الأودية. وأغذر الينابيع العذبة هي الينابيع الفكلوزية، الينابيع الفكلوزية التي تنبع في الصخور الكلسية. من أهم الينابيع العذبة في الوطن العربي نهر الخابور الذي ينبع، نهر الخابور ينبع من ينابيع رأس العين في على المقربة من الحدود السورية التركية، ويتجه نحو الجنوب ليصب في وادي الفرات عند مدينة البصيرة. كذلك من الينابيع العذبة في الوطن العربي نهر الأردن، نهر الأردن الذي ينبع من سفوح جبل الشيخ الجنوبية، يمر في بحيرة طبرية ثم يصب في البحر الميت. وكذلك نهر أم الربيع، نهر أم الربيع الذي ينبع من سفوح جبال الأطلس ويصب في ساحل المحيط الأطلسي. وأغذر الينابيع العذبة قلت الينابيع الفكلوزية، وسميت بكلمة فكلوزية نسبة إلى منطقة في فرنسا تم دراسة أول أنواع من هذه الأنهار في هذه المنطقة، منطقة فكلوز، حيث أن غزارة الينابيع تشبه الأنهار التي تجري ضمن الصخور. إذن بعد أن تكلمت عن النوع الأول من الينابيع من المياه الجوفية التي تظهر إلى السطح طبيعيا هي الينابيع العذبة، أنتقل إلى الينابيع المعدنية. الينابيع المعدنية تعرف بالينابيع الحارة كونها ذات درجة حرارة عالية، وكذلك تعرف بينابيع الحمى محليا. يستفاد من الينابيع المعدنية في العلاج والسياحة كونها تحوي في هذه المياه في تركيبها الكيميائي عناصر مهمة في العلاج كالكبريت. من هذه الينابيع كنبع ليف قرب العاصمة تونس، نبع ليف قرب العاصمة تونس، وكذلك نبع العليل وهو في دولة العراق بالقرب من مدينة الموصل، بالقرب من مدينة الموصل. أما المياه الجوفية التي تظهر إلى السطح من خلال عمل البشر هو بحفر الآبار والفجارات، حيث يتم حفر الآبار عن طريق الحفارات، وتكون الآبار إما عادية أو ارتوازية. الآبار العادية تكون قريبة من السطح، أما الارتوازية تكون على أعماق كبيرة. وكذلك تستثمر المياه الجوفية بشريا من خلال حفر الفجارات. لنوضح مفهوم الفجارات، لدينا مقطع تدريسي يمثل فيه الفجارة. لدينا سفح جبلي ثم كتلة جبلية، فيقوم البشر بحفر نفق ضمن السفوح الجبلية حتى الوصول إلى مستوى الماء الجوفي الملون باللون الأزرق، وعند الوصول إلى مستوى الماء الجوفي الموجود ضمن صخور الأرض يتم جر المياه أو تجر المياه من خلال ساقية إلى الخارج النفق. وبشكل عام تغذى هذه الفجارات
بفوهات أو فتحات تكون في الأعلى على هيئة أنفاق من خلال مياه الأمطار أو الأودية، من خلال مياه الأمطار أو الأودية. إذن الفجارة بالمعنى العام هي قنوات باطنية يحفرها الإنسان في السفوح الجبلية وخاصة ذات الصخور الكلسية الطرية، وذلك لسقاية المزروعات وحتى للشرب، ليستفاد منها في سقاية المزروعات وحتى في مياه الشرب، حيث تعرف هذه الأسماء الفجارات في إقليم بلاد الشام أو المنطقة العربية في إقليم بلاد الشام، أما تعرف بالأفلاج، هذه الطريقة تعرف بالأفلاج في شبه الجزيرة العربية، تعرف بالأفلاج في شبه الجزيرة العربية. بعد أن تكلمنا عن موضوع المياه الجوفية ننتقل إلى المياه السطحية في الوطن العربي، وتشمل البحيرات والأنهار والأودية والسبخات. إذن نتكلم بداية عن البحيرات. نصنف البحيرات في الوطن العربي، سؤال قد يأتي في الامتحان، صنف البحيرات في الوطن العربي وفق أسباب تشكلها. نقول بحيرات طبيعية إذا تشكلت بفعل طبيعي، أمر إلهي وقدرة إلهية، وبحيرات اصطناعية حفرها الإنسان خلف السدود. مثال على البحيرات الطبيعية، تشكلت بفعل مؤثرات باطنية متعلقة بباطن الأرض، مثل انهدام كبحيرة طبرية التي توجد على الحدود بين سوريا وفلسطين، والتي يمر منها نهر الأردن. فأثناء الكلام عن نهر الأردن لا يمكن أن نقول أنه يصب في بحيرة طبرية أو شكل بحيرة طبرية، لأن بحيرة طبرية هو عامل تكوينها مؤثر باطني متعلق في باطن الأرض، وهو خفص المنطقة التابعة للانهدام الآسيوي الأفريقي. إذن بحيرات طبيعية ناتجة عن مؤثر في داخل الأرض كبحيرة طبرية، وبحيرات نشأت نتيجة ترسيب شاطئي، وهي كبحيرة المنزلة في مصر، كبحيرة المنزلة في دولة مصر. فمثلا ساحل البحر، لنوضح كيف تشكلت بحيرة المنزلة في مصر كترسيب شاطئي، فهنا يمثل ساحل البحر، فعمل الأمواج أدى إلى تراكم الترسبات الرملية في منطقة ما على الشاطئ، وهذه الترسبات الرملية تشكلت على هيئة جدار، ففصل قسم من مياه البحر بالشاطئ عن البحر، فشكلت بحيرات مالحة، وهي تعرف ببحيرة المنزلة في مصر. أما البحيرات الاصطناعية هي البحيرات التي حفرها الإنسان خلف السدود، مثل بحيرة ناصر على نهر النيل، وتم حفرها في زمن الرئيس المصري جمال عبد الناصر، وذلك خلف السد العالي. كذلك من البحيرات الاصطناعية بحيرة الثورة التي تم إنشاؤها خلف سد الفرات على نهر الفرات، بحيرة الثورة. بعد أن تكلمنا عن البحيرات كمياه كنوع من المياه السطحية، ننتقل إلى موضوع الأنهار. تم تصنيف الأنهار في الوطن العربي تبعا لمواقع ينابيعها، وتبعا لاتجاه المجاري لهذه الأنهار، وتبعا لأطوالها إلى أنهار محلية وأنهار داخلية وأنهار عابرة. بداية الأنهار المحلية، من حيث المنبع، الأنهار المحلية من حيث المنبع تنبع من سفوح الجبال الساحلية،
إذن الأنهار المحلية منبعها يكون من سفوح الجبال الساحلية التي تشرف على البحر. نعم. أما من حيث المصب، تصب الأنهار المحلية في بحار الوطن العربي ومحيطاته، نعم، كبحر المتوسط والمحيط الأطلسي. وأما من حيث الصفات للأنهار المحلية، صفاتها قصيرة شديدة الانحدار، غير منتظمة الجريان، غير منتظمة الجريان. كذلك صفات هذه الأنهار تعرف بالأنهار الساحلية. إذن صفات الأنهار المحلية قصيرة شديدة الانحدار، غير منتظمة الجريان، تعرف بالأنهار الساحلية. مثال على الأنهار المحلية في الوطن العربي كنهر الكبير الشمالي في سوريا، ونهر الكبير الجنوبي، وكذلك إذن كنهر الكبير الشمالي ونهر الكبير الجنوبي في المشكل في الحدود بين سوريا ولبنان، وكذلك نهر العوجاء ويعرف بنهر يافا في فلسطين، وكذلك نهر أم الربيع الذي ينبع من جبال الأطلس ويصب في ساحل المحيط الأطلسي. بعد أن تكلمنا عن الأنهار المحلية ننتقل إلى الأنهار الداخلية. المنبع للأنهار الداخلية، تنبع الأنهار الداخلية من سفوح الجبال الداخلية، من سفوح الجبال الداخلية. يعني كما نعلم مثلا جبال الأطلس تتألف من عدة سلاسل جبلية ساحلية وداخلية، فالأنهار الداخلية تنبع من الجبال الداخلية وتجري بين الجبال، ثم من حيث المصب إما تصب في البحار أو في منخفضات مغلقة يعني مثلا على أنهار محلية تصب في منخفضات مغلقة، مثل نهر الخابور يصب في نهر الفرات عند مدينة البصيرة. نعم. ومن مثال على الأنهار الداخلية التي تصب في البحار كنهر العاصي الذي ينبع من دولة لبنان، يقطع سهل البقاع ثم سهل الغاب ثم سهل العمق ويصب في البحر المتوسط في خليج السويدية. إذن الأنهار الداخلية المنبع تنبع من سفوح الجبال الداخلية أو من الجبال الداخلية وليست الساحلية. أما من حيث المصب قد تصب في البحار وقد تصب في منخفضات مغلقة. أما من حيث الصفات هي أكثر طولا وأكثر غزارة من الأنهار الساحلية. كذلك صفاتها تجري بين السلاسل الجبلية أي الكتل الجبلية. مثال على الأنهار الداخلية كنهر الليطاني في دولة لبنان، وكذلك نهر المجردة في دولة تونس، وكذلك نهر الشليف في دولة الجزائر، أما الأنهار العابرة بشكل عام، الأنهار العابرة من حيث المنبع تنبع منابعها تكون خارج حدود الوطن العربي، كنهر النيل الذي ينبع من هضبة البحيرات في أفريقيا الاستوائية، وكذلك نهر الفرات الذي ينبع من هضبة أرمينيا، وكذلك نهر دجلة، الذي ينبع من تركيا من سفوح جبال طوروس. إذن الأنهار العابرة
تنبع من خارج الوطن العربي المصب تصب في بحار الوطن العربي. نهر النيل يصب في البحر المتوسط ونهري دجلة والفرات يصبان في شط العرب ومن ثم نحو الخليج العربي. أما من حيث الصفات للأنهار العابرة هي طويلة أطول أصناف الأنهار، وكذلك تجري في أراضي الوطن العربي، تجري في أراضي الوطن العربي وتشكل سهول فيضية، هذه صفاتها. إذا ذكرنا كذلك كمثال نهر النيل ونهر الفرات ونهر دجلة. بعد أن تعرفنا عن من أصناف المياه السطحية في الوطن العربي عن البحيرات والأنهار، ننتقل إلى الأودية وتعرف بالأودية السيلية. وبشكل عام هذه الأودية تنتشر في الوطن العربي في الصحاري العربية. تعريف الأودية بشكل عام هي مجاري مائية مؤقتة تجري فيها المياه أثناء هطول الأمطار وتجف في فصل الجفاف، تجف في فصل الجفاف أي لا يوجد بها أي أثر للماء. نعم، من أمثلة الأودية السيلية في الوطن العربي وادي الصواب، وادي الصواب الذي يجري أو تتجمع فيه المياه في بادية الشام ويكون منتهاه على نهر الفرات في ضمن الأراضي السورية. وادي الصواب الذي مجراه يكون بشكل عام كوادي في بادية الشام وينتهي على نهر الفرات. ومن هذه الأودية كذلك وادي الرمة في شبه الجزيرة العربية، وادي الرمة في شبه الجزيرة العربية الذي يتواجد واديه بين منخفض الجوف وهضبة نجد في الجنوب، وكذلك هناك وادي الدواسر، وكذلك وادي درعا الذي يكون في أقصى جنوب دولة المغرب ويكون منتهى هذا الوادي باتجاه المحيط الأطلسي، باتجاه المحيط الأطلسي. إذن بينا أصناف المياه السطحية في الوطن العربي وهي البحيرات والأنهار والأودية. ننتقل إلى موضوع السبخات. السبخات هي عبارة عن مسطحات مائية مالحة توجد في المناطق الجافة وبالأخص في الصحاري وأطراف الصحاري. مثال سبخة الجبول بالجنوب شرقي حلب في سوريا، وكذلك الشطوط وتعرف باسم الشطوط في هضاب الموجودة بين جبال الأطلس، كون جبال الأطلس تتكون من سلسلة ساحلية وداخلية، فهناك هضبة في هذه بين هذه السلاسل الجبلية تعرف بهضبة الشطوط نظرا لكثرة المسطحات المائية التي توجد في هذه الهضبة وهي مالحة يستخرج منها الملح. نعم، ننتقل إلى موضوع رابعا وهو الأمن المائي العربي كواقع وتحديات. كواقع وتحديات لنبين ما هي أهم المشكلات التي تواجه الأمن المائي العربي، أو أهم المخاطر التي تواجه الأمن المائي العربي. واحد هو سوء ترشيد استخدام المياه الموارد المائية المتاحة. واحد سوء ترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة. يعني مثلا كاستخدام أن هذه المياه العربية بشكل عام تتعرض لموضوع الهدر والاستنزاف، كاستنزاف أو جر المياه الجوفية بكميات كبرى وهدرها وتلوث هذه المياه. فهنا يكون واحد سوء ترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة. اثنين سوء استثمار المياه اللازمة للإنتاج الزراعي. سوء استثمار المياه اللازمة للإنتاج الزراعي، حيث لا تزال طرق الري للأراضي الزراعية في معظم البلدان العربية تعتمد على طريقة الغمر، الري غمرا
وهو جريان الماء فوق سطح التربة وله نتائج خطيرة، هو هدر المياه والضرر في التربة كتلوث التربة، تملح التربة، تملح سطح التربة. لنبين ما هي الوسائل الكفيلة أو التي تحافظ على الأمن المائي العربي. سؤال قد يأتي في الامتحان، ما هي الوسائل الكفيلة لتحقيق الأمن المائي العربي أو المحافظة على الأمن المائي العربي؟ 1- تعزيز التعاون المائي بين الدول العربية، وخاصة في موضوع الأنهار التي تشترك بها عدة دول العربية كدولة السودان ودولة مصر، وكذلك المشتركات هاتان الدولتان تشتركان كدول عربية في نهر النيل، وكذلك سوريا والعراق المشتركات في نهر دجلة والفرات. إذن تعزيز التعاون المائي العربي بين الدول العربية وخاصة في الأنهار الكبرى من خلال إقامة المشاريع والسدود والمحافظة على مياه تلك الأنهار من الهدر والتلوث. كذلك إقامة المشاريع المائية المشتركة. 2- إقامة المشاريع المائية المشتركة لهذه الأنهار أو المياه، سواء كانت كأنهار سطحية يعني كمياه سطحية كأنهار وكذلك كمياه جوفية. إذن إقامة المشاريع المائية المشتركة كإقامة السدود وكذلك إقامة السدود والأقنية المائية. 3- المحافظة على المياه من وحمايتها من الهدر والتلوث وكذلك من السلب أي السرقة. 3- المحافظة على المياه من الهدر والتلوث وكذلك السلب وخاصة مع موضوع المجاري المائية للأنهار العابرة. 4- التوصل إلى حلول مائية مع دول الجوار وخاصة مع في منابع الأنهار التي تكون خارج الوطن العربي. إذن التوصل إلى حلول مائية مع دول الجوار، حيث كدولة أثيوبيا كدولة أوغندا أقامت سدود على تقريبة منابع نهر النيل، ودولة أثيوبيا أقامت سد على نهر النيل الأزرق. ذلك قلل من حصة دولة السودان ومصر من كمية المياه المتدفقة إلى البحر المتوسط. 6- إعداد الدراسات الجيولوجية لباطن الأراضي العربية. إعداد الدراسات الجيولوجية لباطن الأراضي العربية، السبب هو الكشف عن مصادر مائية جديدة كمياه جوفية 7- اختيار الوسائل التقنية الحديثة والمطورة في موضوع المحافظة على المياه وكذلك موضوع الري إذن اختيار الوسائل التقنية الحديثة والمطورة، وذلك في موضوع سقاية المياه كاعتماد طريقة الري بالتنقيط أو بالرش وإلغاء فكرة الري التقليدي وهو الري غمرا. 6- تعميق ثقافة ترشيد المياه من خلال، إذن يجب إقامة ندوات ومحاضرات ومؤتمرات توضح الأساليب والطرق التي يمكن الاستفادة منها في موضوع المحافظة على المياه من الهدر والتلوث. نتبين أن في هذا الدرس أننا تعرفنا على أصناف الموارد المائية في الوطن العربي، وهي كمياه جوفية ومياه سطحية، ثم وضحنا واقع الأمن المائي العربي من حيث المشكلات التي تواجه الأمن المائي العربي، وكذلك وضحنا الوسائل الكفيلة ولتحقيق الأمن المائي العربي أو المحافظة على المياه للأمن المائي العربي
نتمنى أن قد فدناكم، ونشكركم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.